مخرجات البحث طبعا في البداية أنا بدأت كده ارتجالي، ولكن بعدين قسمتها. القسم الأول من البحث هو قسم كيف تعمل الأشياء. يعني أنا بجيب أشياء ناجحة زي الطعمية مثلا كده، شيء ناجح وأشوف ليش نجح. خلاص، لأنه الناس الحين ما تبغى مثلا تنظير، لا تبغى شيء ملموس وواقع. خلاص، هذا شيء نجح، ليش نجح؟ بس فهو في الجانب الإداري أنت تسأل ليش، في الجانب الفني أنت تسأل كيف. تمام، ليش كيف بس. فهذا هو الكتيب الأول. طبعا ما في أي نص، ما في أي سرد، ما في أي شرح، ما في أي حاجة، عبارة عن صور فقط. كل الكتب الثلاثة هي صور. هذا الكتاب أنا طلعت نسخة منه 100 صورة مجانية، ممكن واحد يطلع عليها الصورة، ومش شرط إنه يعني واحد يفهمها، بس اللي له تجربة إدارية أو فنية حيفهم على القطع على طول. كويس. الكتاب الثاني هو طبيعة الأشياء. تمام، الأولى كانت how things works، كيف تنجح، كيف تعمل الأشياء. الثانية nature of things، طبيعة الأشياء. طبيعة الأشياء هو شيء نجح، تمام، ولكن لما نجح في أساس طبيعي له. يعني مثلا الأساس الطبيعي لمثلا البيض المسلوق، الأساس الطبيعي له إنه هو يعني بيستوي في المو... مثلا في مثلا في في الماء المغلي، غير لأنه هو بيض، هو طبيعته كده، غير لأنه هو بيض، هو طبيعته كده. طيب، يعني في بعض الأشياء في الإدارة وفي الجانب الفني وفي الطبيعة هي كده. خلاص، الموية تتبخر في درجة 100، ليش؟ هي كده. خلاص، الإزاز اتكسر، هو كده، خلاص انتهينا. تمام. ففي بعض يعني هذا يعني البحث أعمق شوية من البحث الأول، هو يعني يركز على طبيعة الأشياء كما هي. تمام، الأشياء هي كده، خلاص. تمام. طيب، الكتيب الثالث هو يتكلم عن الوحدة الأساسية في الاقتصاد الجامع ما بين الإدارة والفن. تمام، وهذه مختصرها أنا مسميها اسم دارج هو، ولكن أنا أخذت الاسم هذا لأنه يعني أنا فهمت أو أنا أتوقع أن أنا فهمت ليش مهم هذا الشيء، اللي هو سميته أنا المنقبي. تمام، المنقبي هو حجر أساس، يعتبر زيه زي أي حجر أساس في كل بلد، زيه زي الخبز. هو الخبز شيء أساسي في كل في النظام الغذائي. ففي شيء، في شيء زي حجر الأساس. هذا حجر الأساس، هذا سويت كتابه هو المنقبي. طبعا الكتاب الأول تلاقيه ممكن 100 صفحة، ولكن الثاني ممكن تلاقي 10 صفحات، الثالث ممكن يكون 70. تمام، يعني درجة الأهمية مش في عدد الصفحات، درجة الأهمية بالمعلومة نفسها. فهل الكتاب هذا أنت يعني هو الصح؟ لا، هو فكرة. أنت كل هذه أفكار تستفيد منها، بعدين تستفيد منها بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة ليك، وتعيد تشكيلها بشيء اللي يناسب زبونك ومحيطك ومجالك وما إلى آخره. كويس؟ في الكتاب الثاني اللي هو Nature of Things، طبيعة الأشياء، أنا يعني في 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 مخرج له تقني. تمام،
عبارة عن لغة أو ما هي لغة؟ هي فكرة، تمام، لصيغة هندسية للأفكار، لترتيب الأفكار، تمام، لترتيب الأفكار. الصيغة الهندسية هذه هي بتوفر حل للتعارف أو التعريف ما بين المجالات المختلفة، والتعارف والتعريف ما بين المجال الواحد في الشقين الإداري والفني. يعني الإداريين لما يجوا يشرحوا للفنيين ما في أمل، ترى ما حيفهموا، مستحيل، في نفس المجال إداري وفني في التفاهم ما في، لأنه هذا منطلق مختلف. فإيش الطريقة اللي ممكن الاثنين يشرحوا البعض؟ يشرحوا البحث ب يعني في البرمجية، في لغات البرمجية، في لغة عندنا اسمها يوميل. هذه اللغة أو الرسوم هي شبيهة باليوميل ولكن ليست يوميل. هي تعتمد، تمام، على الإنسان كيف يستوعب المعلومة. الإنسان كيف يستوعب الحين الآن لما تيجي تشوف في اللقاءات وفي الحوارات اللي تكون في التلفزيونية دائما في صيغة هندسية في الشرح، في الفهم، محور النقاش ونقطة النقاش وزاوية الحوار، وهو بيتكلم هندسيا، تمام، ولكن هو هذا شيء لا وعي، يعني لا وعي، ولا يعي انه هو بيستخدم طريقة هندسية في الفهم وفي التحوير، ولكن هذه هي نحن نفهم كذا، نحن كبني آدمين كبشر نحن نفهم كذا، مخنا مركب هندسي، تمام، والتراكيب الهندسية لها طبيعة، الدائرة لها مركز واحد، ما في دائرة لها مركزين، تمام، وليها أشكال، والمثلث كل شكل من الأشكال، وهذه المعلومة اللي في دماغنا هي مركب هندسي، معلومات مركبة هندسية، تمام. ف Nature of Things هي بتتكلم عن الفهم وطريقة الفهم، تمام، ومخرج منها هي ما نقدر نقول لغة، ولكنها هي ترسيم للأفكار عشان يكون في سهولة ووضوح التخاطب ما بين الجانبين الفني والإداري في تخصص واحد والتخصصات المختلفة، يصير في سهولة تعريف وتعرف بدون الحاجة للفهم، تمام. هذه هي خلاصة العمل الشاق الفترة الطويلة هذه اللي أنا كمان برضو وجدت فيها كثير من المشاكل، كثير من التحديات والإشكال واجهتها، والحمد لله ان انا تجاوزتها بدعم بعض الاشقاء وبعض الناس اللي كانوا داعمين لي في عملي البحثي، وغير الناس اللي كانوا مشجعين لي فقط، يعني باب الاخوه. أنا أشكر الجميع اللي وقف معي وساعدني، حتى لو كان بالتعاطف، ولكن هو عمل شاق صراحة. وأصعب حاجة كان في البحث هذا إنه المعاناة فيه غير ملموسة، صعب، ما حد هيفهم أنت التعب والمشقة، وهي كانت ممتعة، يعني شيء ممتع، ولكن المشقة اللي كانت فيه مشقة يعني كانت صعبة، تمام. وأنا الهدف اللي أنا بطلع منه بالفيديو هذا هو إنه أنا ما بحتكر البحث لي، أبغى الآخرين كمان يعني يخشوا في البحث هذا، وهم يطرحوا الأسئلة ويطرحوا لها إجابات كده، أنا خلاص سويت اللي علي، تمام. الباقي المفروض سواء كانت الجامعات أو المراكز البحثية القائمة،
الأساتذة الموجودين بكل التقدير والمحبة لهم، المستشارين الموجودين في شتى المجالات. المجالات كلها هي مجالات متوازية، بحيث إنه هي زي القمم، يعني اللي يوصل في قمة واحدة يقدر يشوف القمم الثانية. تمام، أهم شيء توصل في قمة واحدة، هتشوف الناس كلها، هتشوفها بكل القمم. تمام، فاليوم نحن نحتاج للحوار والنقاش عشان جميعا نوصل للاستقرار. لو وصلنا للاستقرار هيصير العمل هو الإنسان يعمل ليعيش، مش زي ما هو حاليا موجود في المجال التقني يعيش ليعمل. تمام، ونحن هذا الشيء عانينا منه وما نتمناه انه يحصل لأعدائنا قبل ما يكون لأصدقائنا وأبنائنا. شكرا لكم والسلام عليكم.